الدول مو بالحجم، الدول مو بلأنها 10 مليون ولا 100 مليون ولا 1000، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول تبنى وتتطور بسواعد الرجال يا عيالي، ولا تستهينون بإرادة الرجال. دولة الإمارات لازم نعرف شو كان وضعنا نحن قبل حوالي 50 سنة، قبل 60 سنة، قبل 70 سنة. إذا الإنسان ما عنده بوصلة وبوصلته واضحة واتجاهه محدد وواضح في حياته ويضيع البوصلة يدفع الضريبة. تم إنشاء في منتصف السبعينات جهاز الاستثمار، اليوم يعتبر ثاني أكبر جهاز استثمار في العالم. اللي خلانا نحن بخير في هالبلاد الآمن الحمد لله أن الله عطانا ريال اليوم توسد يمناه وجاو الرب اسمه زايد بن سلطان، الله عطاه من الحكمة وخلاه يتولى أمور هذا البلد ويقودها من بداية بنائها. لأن يا عيالي ترى التاريخ يكتب، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة بنعرف شو يتعلمون عيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. إذا ردينا الخبر طيب ورفعنا الراية بيكون باعتزاز نحن نخليهم يدرسون هذا التاريخ. الله يحفظ الإمارات، يحفظ أهلها بالعز والأمان والتوفيق دائماً.